مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا عبر شاشة تلفزيون الكويت القناة الأولى في برنامج غبقة الحمراء. احنا اليوم موجودين معاكم من الحين الساعة 11 لغاية الساعة 12 اللي بيجي مركز مول الحمراء. نقول لكم حياكم الله أنا وزميلي عبد الله. مسي عليك بالخير. أنا أكيد مسي الخير على كل من قاعد يتابعنا. انتصف الشهر 15 رمضان، الأيام الحلوة بسرعة قاعدة تمر ويانا. دخلنا آخر يوم القرقيعان، اليوم ثالث يوم القرقيعان وآخر يوم راح نقرقع مع اليهال إن شاء الله. تدري إن شاء الله اللي عندنا كله اليوم. ان شاء الله اللي بيه خليه عشان ياخذ القرقيعان اليوم نخلص قبل الحلقه، فان شاء الله راح نبتدي معاكم. تدري ما شاء الله الكويت اليوم كلها عبد الله قاعد قرقع بهاليوم، مستانسين. ان شاء الله هذه العاده ما تنقطع كل سنه بشهر رمضان الفضيل والمبارك، ان شاء الله تعود علينا وعليكم بصحه وعافيه ما شاء الله. يعني الاجواء ترى بكل مناطق الكويت صح. يعني انا امس مداني، امس اول امس يعني احنا بعد الوضع كان يعني الاجواء جدا جميله في المناطق. اليوم حتى الاطفال قاعد يطلعون، واحنا بغبقه الحمراء يعني كل سنة حودونا مركز الحمراء للتسوق أن يكونون معانا مجموعة من الأطفال، نبيهم يقرقعون معانا. آخر يوم قرقعان، نبي أصواتكم تكون عالية. راح يقرقعون معانا، يلا سمعونا عشان نعطيكم كل اللي عندنا. أنا وين رمضان عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. الله يخلي عبد الله، الله يخلي الأمة. اسمي ها تعبتون القرقيعان، يستاهلون القرقيعان. مو سالفة واحدة، يستاهلون اثنين. عندكم اكياس عشان نحط لكم. وين اكياسكم حق القرقيعان؟ حصلت القرقيعان حلو ولا لا؟ حق الحلوة البنوتة بعد. يلا اخوي هذا حق حلو البنات. شو اسمك؟ وحق البنية. تفضل حبيبتي. عندك شيء قاعد سلتها معاها البنية شاطرة. هاك تقدر تشيل بعد؟ بعد عندنا قرقيعان. يلا بعد وين الجناب؟ ما يقدر هني، تقدر بعد؟ يلا قرقيعان علي الجابي لازم يقول نخلص اليوم كله مخرجنا. لازم نجيب اليهال بعد. يلا منو موجود حياكم حق القرقيعان؟ شو اللي عندك هناك شو؟ عندها سلة في مجال بعد يلا تستاهل. ها تقدرون بعد؟ في مجال؟ يقولون عندها عند بعد اخوين، لازم تطولين. لازم تخلصين اليوم كله، بعد للحين انا شي سلة واحدة ما خلصت. ما خلصنا، حتى هذا الصندوق بعد فيه للحين. بعد اللي قاعد يتابعنا اليوم تصدق عبد الله هذا القرقيعان يذكرني برقيعان اول زمن، اول قرقيعان. ايش رايك الحين صار في اختلاف في القرقيعان هالزمن؟ صار وايد، بس هذا القرقيعان هذا الاصلي نفس الاصلي صح. اللي بنخلصه اليوم كله لازم يخلص معنا. ان شاء الله راح يخلص. الاختلاف اللي صار يعني انا لاحظت الناس بدت ما شاء الله تفتح يعني بيوتها. تذكرين يمكن ايام الكورونا صار في ناس تحط عند الباب يعني ماي او شيء ايام الممشى والحظر اللي كنا نطلع. العاده كانت جميله واستمرت الحين. انت قاعد تشوف المناطق اللي موجوده يعني في مختلف انحاء الكويت فاتحين بيوتهم كاتبين اهلا وسهلا تفضلوا اخذوا اللي تبونه، حاطين القرقيعان وحاطين هذا حلو للاطفال يروحون ويرقعون. حلو الناس بعد فاتحه بيوتها عبد الله الحين حق القرقيعان. الناس اللي من الفريج خلينا نقول تدري الفرجان ما شاء الله من فريج لفريج يتنقلون يجون حق القرقيعان. احنا امس كان قرقيعاننا ببيتنا فاستانسنا وايد لما الياهل يا وقرقعنا معاهم، صدق اجواء كانت وايد حلوه. ان شاء الله العاده مثل ما قلت لكم تنعاد علينا كل سنه بصحه وعافيه يا رب بدون اختلاف. يعني انت قلتي ان فيها تكلف تكون او لا، انا شفت القرقيعان يعني انا احب هذا القرقيعان بس قاعد اشوف القرقيعان صار وايد كشخه يعني قاعد توصل بوكيهات ورد صح وفي مرشات وفي عطور وفي احنا اشياء بس حلو حلو راح يكون افكار حلوه دائما تطلع من الكويت هذه الافكار الحلوه والغريبه موجوده يعني بكل مكان بس احنا ما شبعنا بصراحه من القرقيعان. سمعونا بعد مره ثانيه ترى نزيدكم ونزيد صوت عالي بعد. يلا مع بعض يلا فيصل منو فيصل يلا يستاهل فيصل يلا عبد الله ابا عطيني عردي على بالي اخوك فيصل قلت يستاهل يلا عبد الله مره ثانيه وايمان صير ورميضان عادت عليكم صيام كل سنه وكل عام الله يخلي عبد الله الله يخلى الامه عسى البقعه ما تخمى ولا يواسي على امه. يلا بعد صوت عالي ما سمعت اسمي. شطار الصبايا والبنات.
الله يخلها لهمها عسى البقعة ما تهمها ولا تواسي علمها. شطار عافية عليكم، حافظين الأغنية صح؟ نحن أكيد بنكمل مع الأطفال الحلوين إن شاء الله. عندنا هم مجموعة من الأطفال الشباب الكبار اللي قاعد يقدمون برامج ويقدمون مسلسلات، راح يكونوا إن شاء الله بعد شوي معانا. وعندنا بعد فرقة ملا علي اللي راح يتقدم لنا كذي استعراض خفيف حلو شعبي، راح يكون معانا إن شاء الله بعد شوي. إن شاء الله بعد شوي تابعونا. يلا نوزع. يعطيهم العافية، يعطيهم العافية. بدعوا معانا اليوم. اليوم ما زلنا للحين بأجواء القرقيعان مع فرقة ملا علي، يعطيك العافية. ويا حلو هالولد للحين يبي قرقع موجود عبد الله. راح نعطي القرقيعان، باكر القرقيعان له. قاعد شوفوا أول إجازة الرقصة الحلوة. خلي ياخذ اللي يبي عطوه. يلا أخته مو قاعد تخليه أكيد. يلا مشاهد... أكيد مع إيه طبعا مع مشاهدينا ما زلنا معاكم بضبقة الحمراء أنا وزميلي عبد الله. شلونك مع القرقيعان؟ شلون قرقيعان بنيتك؟ والله تمام. كان سويت القرقيعان اليوم سويناه إيه الحمد لله. شلون كان نفس اللي شفناه؟ والله حسيت ما جبتها معي جايبها بعدها مدرسة أكيد بعدها صغيرونة جايبها هني استانس. شلون قرقيعانكم؟ والله تمام يعني كان حلو بسيط وفي شوية أكشنات خفيفة. تصدق عبد الله أمس كان قرقيعاننا بالأوتدور يعني بالحديقة قعدتنا رمضان
دخل علينا والأجواء للحين جونا حلو بالكويت. شوي في غشة مطر ماجي. ما حاشتنا. شوف هو يعني كان البداية المغرب شوي رطوبة حر بس بعدها ما شاء الله الجو فجأة صار هواء وبراد. تخيل إحنا قعدنا برا بالحديقة وقرقعنا مع اليهال والأجواء حلوة. الناس جت البيت اليران قام يقرقعون يعني صدق أمس أجواء رمضانية بحتة كانت موجودة معنا. الله يعافيك ما قصرت. إحنا بعد عندنا الحين أجواء مكملة بالحمرة وعندنا مجموعة من الأبطال ونجوم الشاشة ونجوم البرامج غالب يرحب فيهم كلهم ويعرفون على نفسهم واحد واحد. شو رأيكم؟ يلا نبدأ وياك. زينة. أنا زينة صفار. نعم. نعم. أنا شيخ الحاجي. أنا حول العين والجنة. وأنا ملك أبو زين. أنا حول الله. والنعم. أجواء طوام. وأنا محمد من المجان. حياكم الله. معاكم خير. شوكم مع رمضان؟ تمام خير. وايد حلو. حلو مار قرقعتوا في اليومين؟ قرقعنا. من اللي حصل قرقعان أكثر؟ أنا. سهل وحلو قاعد تصومون ولا لا؟ قاعد تصوم. صدق أكيد. أنتوا على الهواء أكيد. أكيد. زين قولوا لنا قبل كل واحد يقول لنا شنو كان عنده برمضان أو شنو سوى أعمال. خلينا نبدي مع زين. أنا عندي سوشيال ميديا أونلاين مسلسل وايد حلو وهم عندي مسلسل إن شاء الله راح يتعجبون. أنتي بسوشيال ميديا كنتي أنتي البطلة؟ انت المشهوره اللي تطلعين وتصورين سناب وتصورين شاطره زينه صح؟ اي وانا كنت ممثله بمسلسل عبد الحميد حافظ كان من بطوله هي عبد السلام ومحمد عاشور واحمد الجسمي. شنو كان دورك؟ كان دوري دور لطيفه اللي هي بنت محمد عاشور وبنت هي عبد السلام. وشلون حبيت التمثيل معاهم؟ اي وايد وما بيحرق عليكم. اي بس شنو حسيتي شنو يعني استفدتي من التمثيل بالدور مع الفنانين؟ تعلمت على الماضي لانه هو كان عن حقبه التسعينات فتعلمت شلون يعني كي دشيت الدور وحسيت اني بالدور ايام التسعينات. عشتي هذاك الزمن والوقت. اي مواليد؟ انا مواليد 2010. والعمر كله الله عاشت مرحلة التسعينات. أنا كان عندي مسلسل هيا نروح برمضان. أنا كنت أسوي دور هيا هي ليلى عبد الله. صراحة أنا وايد استانست بالمسلسل والمسلسل كان يتكلم عن هيا اللي هي من هي صغيرة حاشها حادث وصارت ما تمشي على ريحها. وطبعا أنا وايد وايد استفدت من المسلسل إنه في صبر في صبر لأن هيا كانت تمرون عليها بالمرات عشان ريلها بس كانت صابرة عادي. أنا كنت وايد مستانسة والمخرج كان أحمد البدري والتأليف الشيخة مريم الصباح. أنا وايد 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 تشرفت إن سويت معهم هذا المسلسل. هذا أول مسلسل لك ولا مثلتي من قبل؟ لا هذا أول مسلسل وإن شاء الله فيه بعد العيد مسلسل ذهبت مع الماء. زين مشكلة طولته بالتصوير ما تعبتي ما مليتي؟ لا ما تعبت. هو كان يوم واحد هيا نروح لأن سويت دور سويت مشهد مال هيا عبد الله ليلى عبد الله سوري فكان وايد حلو المسلسل. أنا حبيته بس ما شفت الحلقات كلها لأن للحين ما كملت. شفتي حلقتك بس وارتحتي قلتي طلعت حلوة خلاص. ركزت على الحلقة. وملك؟ أنا عن نفسي قدمت مسلسل نوح العين. دوري بالمسلسل حصة واللي هي بنت النوخة عمران. البنت شخصيتها حساسة وايد تحب خواتها تهتم لهم. البنت وايد طيبة بس أبوها وايد شديد عليها فتصير وايد أحداث مع الأبو وايد أحداث حلوة. وطبعا أنا وايد شرفت إن أنا اشتغلت في هذا العمل الجميل لأن مثلت قدام عمالقة الفن واللي هما الفنان القدير محمد المنصور والأستاذ حسين المنصور والفنانة القديرة أمي الثانية هدى الخطيب وايد السانس وهم من إخراج الأستاذ مصطفى الرشيد ومن كتابة جمال الصقر. وايد مستانسة أنا كنت جزء من هذا العمل والحمد لله سمعت ردة فعل وايد حلو من الجمهور وهذا أهم شيء. موفقين يا رب. شيخة؟ شيخة؟ لا حور. حور. أنا عن نفسي مثلت مسلسل اسمه رمضان بابا سلمان يطلع على القناة الثانية كل يوم بعد الأذان الساعة 6:15 وصراحة أنا وايد استانست وتعلمت وايد معلومات إنه يعني قاعدة أزور أماكن جديدة أنا ولا مرة بحياتي زرتها وايد استانست بهذه الأماكن. عن شنو البرنامج يعني بالإنجليزي أو شيء ولا بالعربي؟ لا بالإنجليزي. بالإنجليزي. شنو تروحون أماكن مثلاً ولا؟ أي. مثل شو؟ كل حلقة نروح أماكن يعني نروح سوق المباركية نروح متاحف جديدة نروح مسجد وايد نروح أماكن جديدة.
لما تروحين برا مثل الإمباركية والمتاحف شنو تقدمين شنو تتكلمين عنه؟ يعني لما نروح الإمباركية مثلا نتكلم عن التمر شنو فوائد التمر إيه؟ ولما مثلا نروح المساجد نقول شنو الفوائد للأشياء اللي بالمسجد نقول شنو الأشياء اللي بالمسجد. قولي لنا الحين شوي بالإنجليزي كذي يعني التمر مثلا يعني the dates have lots of يعني the dates some of the dates have sesame seeds on them some of the dates have peanuts some of the dates have lots things inside them. شاطرة يا عبيدر. أنا والله مسلسل نور العين من إخراج المخرج مصطفى رشيد كان وايد عمل حلو والصراحة أنا وايد استمتعت فيه. كان دوري جسوم اللي هو ولد الفنان القدير علي جمعة. إحنا يعني كنا الحرامية اللي كان كل هدفنا الفلوس وصراحة كانت متعة وردود الأفعال كانت وايد حلوة. بس هذا أول مسلسل تراثي تمثله ولا مثلت قبل؟ لا هذا أول مسلسل تراثي. إيه شلون شفت يعني اختلاف يعني بدر متعودين عليك تطلع بالأغاني تطلع يعني ترقص والناس حابين دمك الخفيف المرة لا مسلسل تراثي كان صعب عليك ولا؟ لا والله كان جدا سهل وصراحة اللي كانوا وياي كانوا حيل يساعدوني إنه شلون إذا بقول شيء بالكويتي القديم أو شيء شيء الصراحة وايد استمتعت. وحسن كلمنا حسن. أنا بمسلسل اسمه رمضان وباب سلمان وإنجليزي ونتكلم على الأشياء القديمات يعني سوينا حلقة على الذهب إيه؟ وسوينا حلقة على الديتس إيه؟ أنا بنفس المسلسل مع معاها أنزين قدمت نفس البرنامج وياها أي نفس يعني تطلعوا كل واحد حلقة ولا مع بعض؟ لا مع بعض. شنو دورك؟ مع بعض. سولف عن الحلقة عن دورك مع الممثلين شلون كان يسولفون معاك تقعد معاهم؟ أنا أخو المسلسل والمسلسل يعني نكلم على الأشياء نفس رحنا السوق الصحافية كنا على أنت مدير يعني لازم تخلي الميكروفون على طول عندك عشان صوتك حلو يطلع يصير واضح صوتك واضح انزين انزين ومحمد الله يسلمكم شاركت ببرنامج اسمه استديو الأطفال طبعا البرنامج يتكلم عن نفس مجموعة من الأطفال يتكلمون ويعطون معلومات حق الأطفال ينعرض بتلفزيون الكويت قناة الأولى التأليف غنيم الرشيدي والإخراج علياء مدني شكر خاص حق الإعداد غالية الجسار وإحنا نشكركم كلكم محمد وكلكم اللي موجودين معنا إن شاء الله يا ربي كلكم مستقبل حلو ونشوفكم مسلسلات رمضان وغير رمضان وتكونون مشهورين إن شاء الله. شكرا أخذتوا قرقع عنا ولا لا؟ لا الحين راح تأخذون ترقع نطلع إحنا مع الفقرات وحن تأخذون يلا إن شاء الله لحظة نطلع خلنا نطلع ويا المشاهدين خلنا نطلع فاصل لأن عندنا ضيوف متميزين اليوم معنا الفنان أحمد العونان والفنان فهد البناي طبعا إحنا لما نتكلم عن الكوميديا بشهر رمضان المبارك ولكن بعد الفاصل تابعونا خلكم معنا يلا ناخذ قرقعان يلا اللي يبي ياخذ يلا يلا يلا, يلا. يلا. يلا.